فطوري كده في الدايت بسيط جدا وكمان مناسب للدايت. عملت كده ربع رغيف فول، عليه بقى طماطم كده وخيار يعني وطحينة زي ما تحبوا اعملوه، واخدت كده خيار والخس. لازم ناكل خضروات، اي حاجة خضراء مفيدة جدا، وكمان الشاي الاحمر او الاسود حلو جدا كمان ومفيد، كمان ليه فوائد كتير جدا. بس اهم حاجة نحط سكر دايت، لو في حد ما بيحبش سكر دايت نحط سكر بني اللي هو بديل للسكر الابيض عشان هو صحي غير السكر الابيض، لان السكر الابيض وجينا بقى معايا الغدا. حضرت كده الجرجير ودجاج ومج شوربة كده حلو. ما خدتش بقى رز ولا مكرونة ولا عيش، خلاص يعني النظام دوت اللي عايز يخس ايه يعني في اسرع وقت، وكمان مفيش ضرر خالص، مفيش اي مضاعفات، لان احنا بناكل بروتين وخضروات كده يعني ما حدش شايله خالص. امتى هتحسي بضرر؟ لو انتي منحتي البروتين، ما اكلتيش خضروات، منحتي الاكل خالص، ده اللي هو غلط على صحتنا يعني. ولو حابين تاخدوا رز ممكن ناخد 4 معالق رز معمول بسمنة بلدي، اما زيت زيتون يا اما مسلوق. خدت كده سناك بعد الغدا، عملت قهوة باللبن وخدت كده شوية سوداني. طبعا يعني القهوة مش باللبن، الوش مش موجود عشان حطيت السكر في الاخر. عندكم بقى سوداني، عين جمل، فستق، اي نوع مكسرات ناخد كده ايه يعني شوية كده صغننين، لو بلح كمان ممكن ناخد 2. صح، نسيت اقول لكم ان انا اخدت الشاي الاخضر بعد وجبة الغدا بساعة، اخدته مرة واحدة في اليوم، ما دايما هناخد مثلا نشرب قهوة نسكافيه الشاي اللي هو الاحمر مثلا مرتين، فما ناخدش شاي اخضر مرتين، هي مرة واحدة بس بعد الغدا بساعة. كده انا بتعشى اهوت، عملت بليلة باللبن ومعايا بقى هنا عسل وسكر دايت، يا احط عسل يا سكر دايت يعني لسه ما كررتش. ومعايا كده واحدة بسكوت اللي هي القمح اللي هو خاص للدايت، بس ايه برضو ما نكترش منه. انت لو تلاحظوا ان انا ما باكلش منه كتير، هو بس انا كنت جايبه 2، باخد كده ايه يعني واحده واحده، اللي هو الشوكولاته واللي هو الساده يا اما واحده بس. المهم ان احنا ما نكترش منه برضو عشان ايه يعني نعمله في البيت افضل. وادي كده اليوم كامل في الدايت، يا رب الفيديو كان عجبكم، متنسوش بقى تحطوا اللايك عشان بجد انتوا بتشجعوني، ببقى مبسوطه جدا. وكمان عشان نشجع بعض كلنا ونستفيد. باي باي.